مقاسي زايلة وبتزول ببعض ممكن بس كيف نلقى العزيمة ويقين بأنه ممكن والحل بيضيق ويصعب والهم ده عذابه بيوهم بس كل ما تحس بأنك غرقان أصبح بممكن وكل مرة الهم يغمك والحظ يتخلى عنك جوي ثقتك بربك والفرج بيبقى ممكن حبة إيمان بجنبك دعوة من زول بحبك دي حياتك تبقى ممكن أيوة ممكن مالكم في أصل واقف بنمشي خطى بممكن نحن الناس الأصلنا نزرع نحصد ونحسن يلا ممكن بعزيمتك يلا ممكن بكفاحك أيوة ممكن ده نجاحك يبقى ممكن واحد اثنين ثلاثة أكشن ممكن اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ممكن. حلقتنا الليله مختلفه، حلقتنا الليله كلها امل وكلها افكار ايجابيه تخلينا نغير طريقه تفكيرنا القديمه. كيف هنعرف الكلام ده؟ من خلال حلقه الليله من برنامج ممكن عن التمويل الاصغر. تفضلوا معنا تعرفوا على الموضوع. ممكن بس كيف نلقى العزيمة ويقين بأنه ممكن والحل بيضيق ويصعب والهم ده عذاب بيوهم بس كل ما تحس بأنك غرقان أصبح بممكن. التمويل الأصغر طبعا يعني مقصود به لتخفيف حدة الفقر للفقراء النشطين اقتصاديا وأيضا للقوي والأمين، يعني تقريبا العمر من 18 لحد 60 سنة متاح لهم. والتمويل الأصغر أنا في رأيي الشخصي هو ممكن يكون حل للعطالة في السودان. يعني لو مسكنا محفظة الخريجين واحدة من أداة التمويل الأصغر، لو مسكنا شركة الأمل النسوية للتمويل الأصغر ودي مؤسسة نوعية خاصة بالنساء، لو مسكنا مؤسسة الشباب للتمويل الأصغر، لو مسكنا مؤسسة المعاسيين في الجيش للتمويل الأصغر، فدي كلها يمكن يعني بتحد من الفقر وايضا بتحد من البطاله في السودان. لكن اذا كان نظرنا لها من ناحيه بالماكرو اللي هو على المستوى القومي، لو نظرنا للبنك الزراعي وحده التمويل الاصغر في البنك الزراعي ووحده التمويل الاصغر في البنوك المتخصصه، ودي طبعا يا جماعه عندها المفروض سقوفتها حسب بنك السودان ما تقل عن 12% من السقف بتاعه توجه نحو التمويل الأصغر. المؤسسة الشعارة الأول في التمويل الأصغر ورائد الصيرفة الاجتماعية، بتستند على رؤية إنها المؤسسة المصرفية الأولى في تقديم خدمات التمويل الأصغر وحفز ثقافة الادخار، ورسالة تقديم خدمات التمويل الأصغر لكل ناشط اقتصادي في ريف وحضر السودان بأفضل المعايير العالمية. للمصرف يعني خطط وسياسات واضحة في التمويل الأصغر، وهو امتداد لمصرف الادخار والتنمية لبنك الادخار السوداني اللي انشئ سنة 1974 في ولاية الجزيرة وتحول بعدها إلى مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في العام 1996، وهو من ضمن أهدافه خدمة الفقر والنهوض بالفقراء وتقديم خدمات التمويل الأصغر لهم من موارد مباشرة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المختلفة، وذلك لتحويل كل الفقراء إلى ناس قادرين على الكسب والعمل وتقديم هذه الخدمات بجودة عالية، إلى جانب أنه المصرف برضو يعني بيشتغل بنافذتين، في نافذة ثانية بتاع التمويل التجاري للعمليات الأخرى التجارية، وهو بنك معروف بيعمل في الخدمات المصرفية
بشقين اللي هو التجاري والشق بتاع التمويل الأصغر. تعبت في البداية يعني 7 مليون ادوني لها، كان اشتريت بها ثلاجة واحدة اللي هي ب 4 مليون، راس المال التشغيلي كان 3 مليون. وبعد ذلك بقيت اتعرف على الشركات، بجري في السوق على الكافتريات وبديت اشتغل. حبة حبة عرفوني الناس، استمريت معاهم، بقوا يتعاملوا معي على ثقة، كبرت المشروع، بقوا زي عندي زي 5 أو 6 كافتريات انا بوريد لهم. واحسن يعني انا حسي عندي زول معي مشغلها وبديه مرتب. مرتبه قدر مرتب زمايلي الموظفين، يعني انا احسن منه. بس الشغله دايره جديه، يعني في ناس بيشيلوا تمويل اصغر وقروشهم ما بيشتغلوا، يعني بيمشوا مشاريع ثانيه، لكن الزول لو اشتغل في نفس مشروع اللي هو شايل له المبلغ بيمشي الحمد لله. طيب انا الصعوبات اللي لاقتني اول طبعا القروش. انت في السوق لو ما عندك قروش ما بتشتغل نهائيا، يعني اي بتاع شركه بيجي منزل معاك انت ما بيعرفك بكون داير يتعامل بالكاش. انا عشان القى الكاش صعب، بعد تعب اللي هو ذاته ساعدوني ناس البنك ناس التمويل الاصغر انه انا طلعت لي دفتر بتاع الشيكات، بقيت استخدم الشيكات امشي بيها. بعد ذاك مشيت الكافتريات، انا لما نمشي بتاع الكافتيريا بشرح له اقول له والله انا زوله خريجه من الجامعه الفلانيه كده كده وزوله بتاع التمويل الاصغر، هم ذاتهم بيقوموا يعني بيتعاملوا معاك بيقول لك انت زول وبادي وما عندنا مشكله بنشتغل معاك. اشتغلت معاهم في كافتريات صغيره دي ضربتني في السوق، يعني صراحه انا ضربت كذا مره القروش بيشيلوها والكافتيريا بتقفل وبتمشي ما بلين فيها، لكن ما يئست يعني بقول القروش اللي بتمشي تاني بتجي غيرها. يعني تعبت ما كان عندي زول، كنت براي بنزل لي الشركه بشجر الشوالات فضيها جوا افرز الفراخ اعبيه اشرب بتاع الركشه اشحن في الركشه امشي اودي له بتاع الكافتيريا براي. عندي امي كانت بتقعد لما انا اطلع برا هي بتحرس لي لحد ما انا الف اجي راجعه تاني ابقى موضوع القروش بالليل بطلع برضه بمشي. ما خفت ما تعبت يعني تعبت لكن الحمد لله ارتحت. عادي التمويل الاصغر مجدي جدا، يعني لو زول اشتغل بجديه ونجح في مشروعه واصر ما من اول مره انه يقف بيستمر فيه لقدام. يعني انا راس المال اللي بدت بيه من التمويل الاصغر وحس راس المال اللي شغاله بيه ما في علاقه. يعني اي زول لو اصر انه ينجح وشال المبلغ بتاع التمويل الاصغر واشتغل بيه بينجح بيمشي لقدام. ممكن اي زول لو اجتهد واشتغل انه من زول عادي او خريج عادي انه يبقى رجل او سيده بتاعت اعمال. انا حسي شخصيا معروفه دكتوره عبير سيده اعمال كبيره مبلغي شغاله بها والحمد لله. طلبت تمويل للأساسات المنزلية والحمد لله شلت الغرض وبديت المشروع والحمد لله المشروع ماشي في تطور كل مرة ماشيين متطورين زيادة الحمد لله. اخترت الأساسات لأنه مجال اشتغلت فيه قبل كده وعارف العوائد بتاعته، يعني كده قمت قدمت للأساسات المنزلية. قريت جامعة النيلين كلية الاقتصاد قسم إدارة الأعمال وقدمت والله للتمويل بدون أي واسطة. الحمد لله إجراءاته كانت مسهلة ومشت بسرعة، في ظرف بتاع كل شهر ولا شهر ونص جو الشباب ديل والله لحد المحل ومشوا مولونا طوالي. بدأوا الشباب إنه أي شاب يشوف المشروع اللي بينفع معاه ويمشي يقدم. ناس التمويل ديل ما شاء الله ما عندهم مشكلة، أي مشروع ناجح الزول يمشي يقدم له بيمولوا له وما ينتظروا الوظيفة وما ينتظروا، المهم أي زول يحاول يشوف طريقه.
الحمد لله طبعا بدأنا ورشة في الورشة بتاعت اللفة دي، وبعد الشغل الحمد لله سهل، فتحنا المعرض، بعد شوية توسع الشغل فتحنا محل بتاع تنجيد، على أساس إنه شنو الشغل كله شنو يكون مكتمل، أي زول يجي لحاجة بتاعت أساسات تكون مكتملة قاعدة. ممكن يبقى الزول من بداية، وذات الزول لو ما بدأ من شوية ما بيبقى رجل أعمال ذاته، لازم يبدأ من شوية شوية لغاية ما شنو يحصل يبقى رجل أعمال. فكرتنا اصلا كانت الورشه دي كانت صغيره، بعد ذاك لما مشينا تومين ليل وما قصروا معنا، بس الحمد لله بفضلهم يعني الواحد مشى كويس واموره مشت كويس الحمد لله، ومشى كويس واموره مشت الحمد لله، والشغل ذات السوق طبعا داير قروش، لو ما لقينا منه دعم الواحد ما كان شويه كده استعدل ومشى لقدام. وندعو الشباب الواحد لو عنده فكره يتوكل طوال يمشي، لا دايره واسطه ولا دايره حاجه ولا دايره اي شيء، بس تمشي لون وتدوم مشروعك تتوكل على الله وربنا يسهل. قدمت للتمويل ده من قبل شهر 3 تقريبا بثلاثة شهور، يعني قولي شهر واحد أو قبل شهر واحد، يعني غرابة شهر 12 كده، ومنها بادية السنة الجديدة، فما متوقع إنه أصلا يعني أجي ألقى يعني أعمل إجراءاتي وأخذ التمويل بالصورة السريعة دي. يعني كل ما أمشي بكون كسلانة، لأنه أنا أمشي احتمال تكون إجراءاته طويلة وموضوع طويل، وأمشي جيبي ورق وأمشي جيبي داك وسوي داك، يعني كسلت من إنه أنا أمشي. لكن في النهايه لما مشيت يعني اتضح انه الموضوع يعني عايز بس مجهود بسيط، ما حاجه كثيره، عشان الزول يقدر يتمول بالشيء البسيط اللي بيقدر عليه. يعني انت بتتمولي حسب الشيء اللي انت بتقدري مثلا تسدديه شهريا، ما بتطلعي تتفوق لحاجه اعلى منك، لا تشوفي الحاجه البسيطه حتى بعد ذاك بتتدرجي. فانا قلت افضل اشيل التمويل الاصغر اول، فالحمد لله توفقت، بديت معهم ادوني تقريبا شهر 3، وقلت لهم ادوني فرصة لشهر 4 عشان ابدا تسديد لهنا، لانه ما حقدر طوالي انا حاسدد. الحمد لله يعني توفقت في الحتة دي، يعني الشهر بتاع 3 شهر 4 ده مش معي كويس طوالي، بديت اسدد معهم الرسوم بتاعتهم المتوايدة يعني المهتمين عليه.
لكن يعني اصلا ما كنت متوقع انه يدوني له بالصوره اللي انا طالباها. يعني في ناس كتار بيقول لي تمشي تجرجري وانت بيحصل لك وساكت تتعبي نفسك ساي ما تمشي تشوفي زول عديل يمولك يديكي حاجه بدل تمشي. لكن الحمد لله يعني هي حاجه من ناحيه انك انت لما انت تشتغل بتمرق قرش برا عشان عارف انه القرش ده لازم يمشي حته معينه، زي كانك عندك صندوق لازم انت تمشي تدفع شهريا، انت الزامي هتعمل الحاجه دي. لكن انا لو شلتها من زول ساي الدانيليا ما هعمل حساب انه انا امرق الفايض بتاعي المره الربح بتاعي الشغل بتاعي انا ممكن يعني اعرف انا طالع عليه شنو والداخل عليه شنو. يلا العطور السودانيه انا اصلا يعني في الاول ما كانت الرغبه الشديده فيها، لكن كان عندي اصلا نسيبتي بتشتغل الشغل بتاع العطور ده، فقام جه في راسي انه انا ليه ما اتعلم الارياح دي، فقمت اتعلمتها. يلا فتره كده اتعصرت قلت كده اشتغل الشغل، اشتغلت الشغل بتاع رياض اطفال ما نجح معي، قلت حاجة بسيطة ما بتقدر تدي لي واجبي وقروشي وحاجات اللي أنا دايراها، فقمت قلت أفضل حاجة إنه أحاول أشتغل الشغل بتاع الرياح ده أشوف النظام بتاعه حيكون كيف. يعني من فترة طويلة أنا بشتغل لكن بصورة ما ثابتة، لحد ما هسه أنا كسبت زباين بقى عندي ناس ثابتين لازم أوفر لهم الرياح بتاعتهم مثلا شهريا أو بعد 3 شهور كل فترة كده، وبقيت اجهز مثلا مره نفسه عايزه كرتونه كامله كرتونتها هتكون بحدود دخل معين كده. يعني يلا ما بتوقف في الحدود بتاعه الطلبيات بتاعه الناس، ليه؟ لانه في ناس اصلا طلبياتهم بتكون مصاريفهم بسيطه قروش ما بتدي، يعني داير انا لنفسها ما ممكن انا داير امشي اجيب لي ذاتي تاني ريحه كانها حقت عروس من اول جديد وكده وكده وكده، لازم اعمل حاجات بسيطه عشان انا اقضي للنفسه دي حوجتها، او في نفس الوقت يعني عروسه ما عندها دخل ما عندها امكانيه كامله عشان تعمل كل الارياح مره واحده، برضو بنحاول نغطي لها امورها في الريحه. يعني دي من ناحيه انا يعني ما بكذب عليك لقيت فيها دعم كثير من الناس، يعني في ناس كتار بيجي يطلبوا وبيشيلوا. يلا انا التمويل الاصغر استفدت منه في العطور بتاعتي مشيت قدمت لهم وسهلت معايا الامور، وانا بتمنى انه اي يعني مره عاوزه تدعم نفسها في اي مشروع يعني ما تخاف من الشغله بتاعت التمويل الاصغر وتمشي تقدم طوالي عشان الامور بتاعتها تسهل، وزول ما يتخوف من حته زي دي، لانك انت لما تدعم نفسك وتلقى يعني ناس داعمينك بصوره زي دي امورك بتمشي. يعني نهايه زول ما يتخوف من حكايه التمويل الاصغر دي. يعني انا من الفتره الاولى كنت بخاف، لكن الحمد لله هسع انت جيت يعني في العطور السودانيه واموري ماشيه معي كويسه والحمد لله. في تعريفات كثيره حقيقه عن التمويل الاصغر، لكن انا شخصيا اميل لانه هو عباره عن يعني تسهيل او تقديم مالي او عيني لشريحه معينه اللي هي شريحه الناس بيقولوا عليها شريحه الفقراء، أنا أحب أن يقولوا شريحة ذوي الدخول المنخفضة لأنها زي بتشمل أكبر. التمويل الأصغر يعني مسألة زي عرفت يعني من فترة طويلة حقيقة، يعني يمكن أول ما بدت في البرازيل تقريبا وفي بنغلاديش، وفي التجربة المشهورة طبعا بتاعت بنغلاديش بتاعت الرجل صاحب جائزة نوبل اللي هو محمد يونس، ده هو الأنشاء بنك الفقراء وبقت مسألة ضخمة جدا. طبعا بالنسبة لنا نحن في السودان يعني يمكن التجربة هي من بداية التسعينات تقريبا على ما أذكر، وهي يمكن مهيمن عليها في بدايتها طبعا كان القطاع الحكومي اللي هو ممثل في بنك السودان والبنوك المصارف. يعني أنا شخصيا يعني تقييمي للتجربة هي يمكن يعني ما يعني أدت الغرض الكل المطلوب منها يمكن لأسباب عديدة، يعني ربطها ببنك السودان ذاته والمصارف هو واحدة من المشاكل. أنا في تقديري هي تجربة إنسانية وحقه يعني تبعد منها الحكومة بقدر الإمكان. يعني ويمكن من هنا انا انادي انه فعلا يفترض انه يخرج منها بنك السودان والبنوك التجاريه وزيد على ذلك ديوان الزكاه ووزاره الشؤون الاجتماعيه.
يعني أنا بفتكر إنه دي يفترض يكون شغله هو الإشراف الفني فقط، لكن العمل التنفيذي حقه يترك للجهات الأخرى بما فيها الجهات الخيرية والجهات القطاع الخاص وغيره والأفراد وغيره. حاجة تانية يمكن ما خلت التمويل الأصغر في السودان يعني يأخذ بعده هو تركيزه على الأفراد. التمويل الأصغر المفروض مش نحو الإنتاج، يعني أنا أشيد بمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر لأنها خاشة في تمويل القمح، وده يمكن لو مشينا ممكن يغطي كل مشروع الجزيرة، ممكن يخش فيه الحتة بتاعت بنك القرية وغيره، يعني ممكن يتوسع لبنك القرية ويغطي كل المشروع الجزيرة، وإحنا نساعد في الإنتاج والإنتاجية اللي هي الهدف الأساسي في الخطة الخمسية بتاعتنا. التمويل الأصغر بالنسبة للعمالة لو مسكناه في الحتة دي يمكن مشروع الجزيرة المزارعين والحراك الاقتصادي الآخر المصاحب للإنتاج والإنتاجية في الجزيرة يمكن يوظف الملايين. أيضا لو مسكنا في الحتة الثانية النوعية الشباب المرأة برضو ده عدد كبير جدا. أنا أفتكر أنه كان حقه الناس تمشي في اتجاه أنه يكون الشغل الجماعي الجماعي، بمعنى أنه يعني أنت لما تأخذ زول فرد واحد وتديه تمويل أو تديه شغل عيني عشان يعمل لك مشروع صغير، أفضل منه أنك أنت تجمع الأشخاص ديل عدة أشخاص في كارتيل واحد، وبالتالي ده بديك يعني تعدد الأنشطة. تعدد الأنشطة بدي لتمدد المشروع وزيادة فعاليته ويعني ويمكن استيعابه لعدد أكبر من العمالة، وبالتالي بيبقى مشروع إنتاجي. يعني أفتكر بدل تدي لك زور ركشة حقه تديه حاجة أفضل من الركشة، حاجة إنتاجية تساهم في الاقتصاد الكلي، يعني تدي يعني قيمة مضافة للاقتصاد. نتمنى كل الناس يعني تتقدم في تمويل لمشروعات إنتاجية، لأن المشروعات الإنتاجية بتكون يعني هي مستمرة، بيكون قابلة لأنك تجد يعني تعمل فيها زيادات، بتكون قابلة لأنك أنت يعني تخدم فيها ناس كتار. فنحن برضو بنعتبر أنه واحد من الأهداف تحت التمويل مفترض أنه أي مشروع يعني على الأقل يعني يكون مشغل سيد المشروع أو معه شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة، وده نحن برضو يعني بتكون هي فرصة بتاعت يعني عمل إضافية غير الزول المعني بالمشروع الأساسي. بالنسبة للمشكلات نحن ما بنعتبر أنه في مشكلات في التمويل الأصغر، لأنه بس الناس يعني هي الناس مهلولة، يعني أنت في النهاية في أوراق رسمية لا بد منك أنت تجيبها، فأنت لو ما جبتها ما بتقدر تحصل على التمويل. فالمزل هي لما نزلت تقول أخي جيب وجيب 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 وجيب، كأنك أنت يعني المزلة بالنسبة له بتكون يعني هي فيها نوع من الصعوبة. لكن أعتقد أنه مفترض أنه المزلة دي تكون هي يعني زول يعني لو بيقى حريص وكتب الحياة كلها وفات جابة وجراية ما بتكون عنده مشكلة بعد ذاك. بيجي بعد ذاك المزلة بتاعت الطلب إجراءاته عادية جدا جدا، بمرحب للجنة، اللجنة بيعملوا زيارة ميدانية، بعد ذاك بيصدق الطلب في اللجنة، بيختاروا بأنه صدقوا الطلب. المزلة دي بعد ذاك في إجراءات تانية داخلية اللي هي بتاعت يعني فتح الحساب والضامن والمزلة بتاعت الترميز، دي كلها إجراءات يعني ما بتتجاوز 7 أيام أو 10 أيام. ونحن بنتمنى انه اي زول يعني هو قادر وحاسس انه هو قادر على العمل يعني ممكن يدخل ابواب مصرف الادخار في اي ولايه ومن اي فرع، وحتى عبر الموقع الالكتروني ممكن يخش في مصرف الادخار على اساس انه يعني يشوف المزرعة بتاعت التقديم الالكتروني كيف، وبعد ذلك احنا بنتصل به تلفونيا ونوجهه للفرع المعني. حلقتنا الليلة من برنامج ممكن عن التمويل الأصغر، وبتمنى أنه بعد الحلقة دي وبعد النماذج الإيجابية وبعد كلام الخبراء فيما يتعلق بالتمويل الأصغر كل واحد فينا يراجع نفسه في مسألة انتظاره للوظيفة الحكومية أو حتى في القطاع الخاص. ممكن من الليلة تفكر في مشروعك حيكون شنو وتبداه، وتبقى إن شاء الله بإذن الله تعالى حبة حبة وطوبة طوبة تبني مستقبلك بإذن الله تعالى. إن شاء الله المستقبل قدامكم،
بسعيكم وراء التمويل الأصغر. ما الدنيا مقاسي زايلة وبتزول ببعض ممكن، بس كيف نلقى العزيمة ويقين بإنه ممكن، والحل بيضيق ويصعب والهم ده عذاب بيوهم، بس كل ما تحس بأنك غرقان أسبح بممكن، وكل مرة الهم يغمك والحزن يتخلى.